هاد الحاج بوشعيب أبو طالب كان نسجلوا هاد الفيديو من تصميم المصادقة عليه من طرف السلطات المحلية بأن هاد المجازة هادي هانتوما كتشو يبان لكم بأن على اليمين ديالو كاين هناك دكان رقم واحد هذاك مرخص ومشيد بالقانون، ثم الثاني فهو عبارة عن مجازة. هاد المجازة كان فيها واحد الحانوت صغير اللي هو تقريبا جوج المترو على جوج المترو ونص، كان الوالد ديالنا الله يرحمه كيدير فيه السيارة ديالته. ملي تحولنا لواحد الحي آخر جاء واحد السيد كيعرفو صديق ديالو صاحبه، قال له عفاك تكري ليا هذاك المحل الصغير، قال له ما كاين حتى مشكل، ها هو كراه ليه. كان خويا واحد من الوراثة المجازة الكبيرة كيدير مهام ديالو أنشطة تجارية ديالو، من بعد ما خواه ولا كيدير المهام التجارية ديالو والأنشطة ديالو في مكان آخر، جاء نفس المكتري قال له عفاك غتكري ليا هاد المجازة كاملة، عاود كريها لي، قال له دابا ما دمت نفس الكاري ما يهمش، واخا الفرق بيناتهم غير صور خفيف أو لا كونتر بلاكي ولا هذا ما يهمش، عيد أنا نفس المكتري. ولكن مالك الملك قال له ودي غندير معاك عقدين، العقد الأول والعقد الثاني، لأن كل واحد والتاريخ ديالو. قال له ما كاين حتى مشكل. نهار 2017 في شهر 7 2017 قدم على تغييرات، حيد الاساسات، حيد السواري، حيد كل شيء حيدو باش مثلا يدير يرد الحانوت قد الحانوت مثلا 4 مترو على 4 مترو باش ولا قد قد. حنا طالبناه باش يرد الاصل الى اصله، ما بغاش. هاي درنا مناصرات للقايد شي جوج المرات ولا ثلاثه، ما دارش حتى شي محضر معينه او محضر مخالفه. راسلنا العماله بدورها راسلت القائد، ما عرفناش في كيفاش الامور. دابا حنا بغينا غير يرجعوا الاصل الى اصله وفق ما كاين هو في التصميم، وفق ما كاين في التصميم، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه. وفي الموضوع هناك شكايه في المحكمه باش غنستصدار او انتداب تقني او خبير توبوغرافي او لا مهم مختص باش يعاين ويقول انه هذا التاريخ فلان فلاني هو اللي وقع فيه التغيير، هو اللي تبنى فيه هذا الحيط، هو اللي تصاوب فيه هذا، وما عندهم الوسائل التقنيه باش يوصلوا لذاك الشيء. وبهذا الفيديو بهذه الطريقه باش غادي نفندوا كل الادعاءات اللي كتقول بانه هذا الشيء راه قديم، وإلا كان قديم كل شيء غادي يبان بانه راه قديم او جديد على حسب المحضر ديال المعاينه. وهذا الشيء اللي غنقولوا الان راه هو مثبوت في المحضر اللي رفع السيد المحامي المحترم الى السيد الوكيل او الى رئيس المحكمه بجديده. الان التعليمات غادي تعطى باش يخرج خبير وغادي يعين لنا التاريخ، وهذيك الساعه كيفاش كنقولوا هذا الفوره يبان على حساب. وشكرا.